السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل جلاله عما نواله: البر لا يبلى، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا معشر الرجال والنساء، يا معشر الرجال والنساء، أعظم شيء في هذه الدنيا هذا الدين الإسلام، أعظم شيء في هذه الدنيا هذا الدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الإسلام السعادة، الإسلام الراحة، الإسلام أمان، الإسلام الطمأنينة، الإسلام عزة في الدنيا وفي الآخرة. ماذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه فاروق؟ كنا أذلاء فعزنا الله بالإسلام، ومن يبتغي العزة في غير الإسلام أضله الله. فكل السعادة والطمأنينة والراحة في هذا الدين الإسلام، فكيف نتمسك بهذا الدين الإسلام؟ ربنا جل جلاله عما نواله يرانا، ربنا جل جلاله عما نواله يسمع كلامنا، ربنا جل جلاله عما نواله وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه الصديق ماذا قال؟ من كان يعبد محمد فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا هو يوم العيد، يوم الفرح، يوم العزة، ويوم الجوائز. كيف نتوب توبة النصوحة حتى ننال جوائز في الدنيا وفي الآخرة؟ جنة الفردوس قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لكن ينبغي الإنسان أن يتوب توبة النصوحة في هذه الدنيا قبل أن تخرج أرواحنا من أجسامنا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. علينا أن نتوب توبة النصوحة ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله، نستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى، نستقيم على الصلاة، نستقيم على بر الوالدين، نستقيم على قراءة القرآن وذكر الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. علينا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى دائما، ونطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم.
ماذا يقول رب العالمين؟ فمن تبي هدايا فلا يضل ولا يشقى. فعلينا نتمسك هذا الطريق الذي أمرنا ربنا جل جلاله عما نواله، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الهداية، طريق الهداية، طريق الهداية، يوصلنا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله. بارك الله فيكم وفينا، الله يتقبل منا ومنكم بركات العيد، وكل عام وأنتم طيبين. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا غفار اغفر ذنوبنا، يا تواب وفقنا لتوبة النصوحة، يا ستار استر عيوبنا في الدنيا وفي الآخرة، يا رحمن الرحيم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة، يا كريم اكرمنا في الدنيا وفي الآخرة، يا هادي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين نعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارفعنا الوباء، اللهم ارفعنا البلاء، يا الله اهد الناس جميعا، يا الله اهد الناس جميعا، يا الله اهد الناس جميعا، يا الله ارزقنا الهداية، ارزقنا الاستقامة، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الصحة والشفاء، ارزقنا حسن الخاتمة. يا أيتها النفس المطمئنة إنا ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، آمين يا رب العالمين. يا الله ارحم الوالدين كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله اجعل قبورهم روض من رياض الجنة، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تخرج أرواحنا من أجسامنا إلا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم طيبين. الله يتقبل منا ومنكم بركات العيد، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم.